السلام عليكم. أنا محمد مازن عبد الغالب من سوريا، حالياً ساكن بالمملكة العربية السعودية، خريج هندسة كيمياء. خلال فترة دراستي هون تعلمت أشياء كثير، وأول شيء الدراسة كانت مثل ما كنت متوقعة والحمد لله، وأهم شيء الدكاترة هون بيركزوا على فهم الطالب للأفكار وطريقة تطبيقها، وهي الطريقة بالتعليم بتخلي الطالب قادر على أنه يلاقي حلول مبنية على بديهات هندسية اكتسبها وعلى المعلومات اللي تعلمها. وفوق كل هذا الدكاترة هون بيهتموا أنه الطالب يكتسب مهارات شخصية وتقنية، لأنه المهندس ما هو بس معلوماته اللي تعلمها، بل هو إنسان كامل. وبعد ما تخرجت من الثانوية قررت أن أقدم على جامعة الشرق الأوسط التقنية، لأن بسبب سمعتها العالية في الهندسة وفي تركيا وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وفوق كل هذا بتوفر لي أني أدرس في دولة قريبة من أهلي ومكان إقامتي.